واضح من الناحية البراغماتية هم خرجوا من منافسة الكأس. أما فيما يخص إسبانيش ليغا أو البطولة الإسبانية اللاعبون والمدربون لا يقولون ذلك، ولكن نحن كمحللون الآن أن الأمور انتهت بالنسبة لهم. ما تبقى لهم الشامبيونز ليج فقط. الشيء الجيد أنهم حصلوا نتيجة جيدة في أمستردام، يخوضون مباراة الإياب على أرضية ميدانهم ليس بأمان كبير، ولكن ريال مدريد لن يفرط في فرصة الفوز ولن يخسروا المباراة الثالثة. اعتقد انهم سيذهبون الى الربع النهائي، وسيكون ذلك بعد 3 أو 4 اسابيع. ذاك سيعطيهم الوقت لكي يتعافوا بدنيا وذهنيا.